الفيديو الثالث في كورس التالنت اكوزيشن اسمه الاونبوردنج. بعد ما عملنا الورك فورس بلاننج، بعد ما عملنا الامبلوير براندنج، وبعد ما عملنا الكانديديت او التالنت بايب لاين، وبعد ما عملنا الانترفيوينج، جت مرحله استقبال الموظف الجديد في اول يوم عمل ليه. اونبوردنج بتدينا انديكيتورز لفيرست امبريشن، قال لك انت لا يمكن تغير الانطباع السيء للمنظومه، فانت بتتجه في الاونبوردنج وبتركز على الانطباع الايجابي، بمعنى ان الموظف مجرد يدخل المنظومه يعرف انها منظومه محترفه بتهتم جدا جدا بالموظفين عن طريق اونبوردنج بروجرام. اونبوردنج بروجرام هي عمليه الاعداد والتوجيه للموظف الجديد، عمليه انخراط الموظف الجديد في المنظومه. اونبوردنج بروجرام عشان تكمل بطريقه احترافيه، الكومبوننتس للفورمال اونبوردنج خمسه، اولهم بيبر ورك او الكريدنشلز مسوغات التعيين. عايزك تركز جامد جدا ان مفيش حد يدخل منظومه غير لما تكتمل مسوغات التعيين. فيرست امبريشن هنا ان الشركه منتظمه جدا ومتمسكه بنظام الا وهو نظام الهايرنج. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا دخلت حد، لو انت حتى لو رحت للشركه وقال لك مش مشكله جيب ورقك بعدين، انت لو هي شركه غير منتظمه، الشركه ما عندهاش سيستم، عشان كده رقم واحد لازم يكون عندك كل مسوغات التعيين. ولو بتعين سواقين او بتعين حد لازم ليه شهادات خبره او شهادات مهارات، لازم تلتزم بكل مسوغات التعيين. رقم اثنين، كومباني بوليسي. ايه الكومباني بوليسي؟ كومباني بوليسي اند بروسيجرز. طبعا بمجرد ان يدخل الكانديديت المنظومه بتبعت الاول ويلكم ايميل، الايميل ده بيبقى فيه ترحيب بالموظف الجديد، بتعرفه بالمنظومه، بتعرف الموظف الجديد ايه الباك جراوند بتاعته، خريج ايه، واخر وظيفه كان فيها ايه، والايميل الجديد بتاعه ايه، ورقم موبايله الجديد ايه اللي في الشركه. بيبقى فيه مرفق برنامج الاعداد والتهيئه، اول واحد بيعد الموظف الهيومن ريسورسز، بتقدر تعرفه برقم 2 اللي هي الكومباني بوليسي اند بروسيجرز. ايه هي الكومباني بوليسي اند بروسيجرز؟ سياسات واجراءات المنظومه من وجهه نظر الموارد البشريه، الاتندنس، الابسنتيزم، البريكس، لو في سموكينج اريا، كل حاجه ريليتد بالسياسات والاجراءات. بتعرفه الدريس كود، بيلبس ايه، اوقات الوجبات ايه. رقم 3 كومبنسيشن بنفيت. كتير قوي من الموظفين لما بيدخل المنظومه ما يعرفش المرتب بيبدا من يوم كام في الشهر وبينتهي يوم كام في الشهر، فعلشان كده انا لازم يكون عارف ان انا ببدا مرتبتي مثلا من يوم 25 الى يوم 25 في الشهر الجديد، وبتبدا تقول له ايه هي الانسنتيفز، بتصرف امتى، لو في بونص، لو في بروفيت شيرنج، حتى بتكلمه على الميديكال انشورنس، سوشيال انشورنس. خلي بالك انت بتمنع ان الموظف يجي اسئله يسالك اسئله بديهيه، انا اتامن عليا بكام، الميديكال انشورنس ليا واسرتي ايه نظامه، ايه هي المستشفيات، انت بتدي له كل النولج او الانفورميشن المطلوبه بحاجه زي كده. رقم 4 امبلي هاند بوك، وهي دوكيومنتس فيها كل السياسات والاجراءات واللي هيقدر يستخدمه وكل حاجه يسال عليها الموظف في الشركه. رقم 5 التريننج، لو انت هتعمل تريننج للنيو هاير، بمعنى ايه؟ احيانا بعين ناس مهندسين فريش جرادويتس وبعمل لهم حاجه اسمها اكاديميه، الاكاديميه هنا بخليهم يعرفوا السوفت سكيلز واحيانا اجزاء كتير من الهارد سكيلز بيتعلموها في المنظومه، بعدهم على طول ان هم يتجهوا للشغل او العمل بصفه رسميه وبصفه مباشره. فعندنا 5 كومبوننتس، رقم 1 الامبلي بيبر ورك او الكريدنشلز، 2 ايه الاوراق المطلوبه من مسوغات التعيين، رقم 2 كومباني بوليسي اللي هي السياسات والاجراءات للمنظومه، رقم 3 كومبنسيشن بنفيتس، رقم 4 امبلي هاند بوك، رقم 5 التريننج. خلي بالك وانت بتعمل ايميل بترفق فيه كل ادارات الشركه هتعمل ايه، بمعنى ايه؟ شكل اونبوردنج او برنامج الاعداد والتهيئه بتدخل كل منظومات كل ادارات الشركه من الكواليتي للسبلاي تشين، هيومن ريسورسز، سيفتي اند سكيورتي، بيدخل فيه البرودكشن، بيدخل فيه كل ادارات الشركه. بتعرف امتى الاداره هتبدا في الاورينتيشن، شكل سكيدول، ايه هي التاريخ، اسم الاداره، المسؤول في الاداره المسؤول عن الاورينتيشن هيعمل ايه؟ يعني مثلا إدارة الجودة هتعمل إيه مع الموظف الجديد؟ أتعرفه كل حاجة عن الأيزو اللي مع الشركة، والأيزو اللي بتحصل الشركة بتسعى إنها تحصل عليها، السيفتي والسكيورتي بيعرفوا كل مخارج الطوارئ، استخدام الطفايات الحريق، الهيومن ريسورسز زي ما اتفقنا البوليسي والبروسيجرز، السبلاي تشين بيعرفوا السعر المخزنية والمخازن عندنا وشكل اللوجيستكس وشكل فورين بيرتشيزنج، أنت بتعرفه بكل الإجراءات داخل المنظومة، بتعده للانخراط السريع بالمنظومة، فبيبدأ ياخد الجانب الإيجابي من المنظومة حتى في الأونبوردنج بعد ما ينتهي بشكل محترف، أنت بتلاقي الموظف بيبدأ يغفر لك اي ذلات قد يواجهها في المنصب، يقول خلاص خد الفيرست بوزيتيف امبريشن. رقم 7 الكي بي ايز او الايفالويشن للتالنت اكوزيشن. اعرف ازاي ان انا نجحت في التالنت اكوزيشن بروسس؟ في بعض الانديكيتورز بتقول لك انت سواء نجحت او اخفقت او انت محتاج
اصلاح في ايه. مثلا تايم تو فايل، انا قد ايه خلصت الوظيفه ديت كاوبننج، قد ايه عينت الامبلوي وبقى اون بورد. رقم 2 التيرن اوفر كبرسنتج اول 3 شهور من الكانديدتس. رقم 3 ممكن اعرف قد ايه حد جه من السكريننج تليفون انترفيو يحضر الانترفيو. انا كده بعمل ليدنج وبعمل لاجنج كي بي اي، فبعمل ايفالويشن للتالنت اكوزيشن. التالنت اكوزيشن هي اهم مرحله في عمليه البيزنس بشكل عام والهيومن ريسورسز او التالنت مانجمنت بشكل خاص. التالنت اكوزيشن بدانا في اول فيديو هفنا باهميه التالنت اكوزيشن، بعد كده ورك فورس بلاننج، رقم 3 امبلوير براندنج، رقم 4 كانديدس بايب لاينز، رقم 5 انترفيوينج، 6 اون بوردنج، وطبعا 7 عملنا ايفالويشن. شكرا جدا وبالتوفيق جدا. ولو الفيديو عجبك ادعمني بالاشتراك والاعجاب والتعليق.